خليني في البداية إن أنا أرحب بكم جميعا، أهلا وسهلا في النسخة السابعة للمؤتمر، وبتمنى لكم كل التوفيق. واسمح لي يعني أنا لما أتكلم على الظروف اللي موجودة في مصر هنا وفي منطقتنا وتأثيراتها، أنا أقدر أفهم إن الدول المتقدمة في أوروبا وفي أمريكا وفي دول تانية عندما يعني تضع تعهدات تستطيع أن تنفذ هذه التعهدات، لأن قدرتها التنظيمية حتى والاقتصادية تستطيع من خلالها أن هي لما تقول تعهد تقدر تعمله. لكن في دول في أفريقيا وزي مصر ومصر منها، في أفريقيا ومصر منها، لما تحط تعهدات بتبقى التعهدات دي صعبة جدا، لأن هي أقل ما أقل شيء مطلوب هو التمويل، التمويل، التمويل المنخفض التكلفة عشان تقدر تتكلم في تكنولوجيا تكلفتها عالية وبتحتاج لاستثمارات ضخمة جدا. ولكن طب احنا هنمول ده منين؟ وخدينا اديك مثالين صغيرين. طارق الملا او المهندس طارق اتكلم عن ان احنا خلال السبع سنين اللي فاتت قدرنا نطلع باستخدام يعني الطهي النظيف الى حوالي 15 مليون وحدة او 60%. من انتوا عارفين ده حجم العمل اللي تم في مصر عشان نقدر ندخل ال 15 مليون وحدة او نخلي 60% من الوحدات السكنية في مصر تشتغل او تعمل بالغاز الطبيعي. ده كلفنا قد ايه وقت وجهد واموال.